complexe. معليش نديروها في 1 دوغري ونزيدو نديروها في 2 دوغري و يا با دو سوسي دونك اون فرا الوغ بسم الله الرحمن الرحيم دونك لا سيونس كومونس لونجيسترومون كومونس لا ديرنيير فوا حبسنا في هذه شوفوا مليح نفكركم كاع درنا سيستيم ميكانيك سيتي ان سوجي ديكزامان وصبنا فيه لومبليتود تيتا زيرو اللي هي راكم تشوفوا كاع ياك اف 0 على 2 ام ار كو تعقلوا لها هذه درنا الحصه اللي فاتت مالغري صافي لونطون نفكرها لكم ولا فيديو الاخرى راهي اوريجستري وهذه التكميله تاعها كيما نقول عندنا او 0 كاري مو او كاري كاري بلس 4 دلتا كاري اوميغا كاري بويسونس 1 دومي هذه هي سون دي جي اكسبتي ان ايتيديون ابيدت لا تري بيان دونك عندنا هذه صبناها لومبليتود داكوغ وصبنا سين وقلت لكم نسحقوا سينوس في سينوس في نسحقوه في الكالكول تاع لا بويسونس لا فاز سينوس في سي موان دو دلتا اوميغا على اوميغا 0 كاري مو اوميغا كاري او كاري زائد 4 دلتا كاري اوميغا كاري ومن بعد اذا شفتو حسبنا لا بويسونس فورني ولا بويسونس ديسيبي ولا بويسونس موين صبنا لا بويسونس فورني موين هي و Monsieur, s'il vous plaît, معليش تاكسبتي فيا ان كان حابين يدخلوا. Oui, il n'y a pas de souci. Attends, j'ai accepté. Il n'y a pas de souci. J'ai accepté. Donc, Andena. Attendez, non. Attendez ici. Voilà, j'ai accepté. Moins 2 F0R, c'est bien. La puissance, c'est la force fois la vitesse. C'est bien la puissance instantanée qui dépend du temps. Ou bada, c'est bien la puissance moyenne. D'accord? خرجت لنا اوميغا تيتا 0 سينوس في على 2 لا بروشين فوا تريتيو دي زيكزيرسيس داكور يكونوا فيهم هذا الكالكول يتعاود ان شاء الله هذه لا بويسونس فورني موين ولا بويسونس دي سي بي موين هي 1 دومي الفا اوميغا كاري ار كاري تيتا 0 كاري وقلت لكم دومونديت لكم حاجه قلت لكم باللي نقدروا نبرهنوا باللي هذه لا بويسونس فورني موين تساوي لنا لا بويسونس ديسيبي موين وهذه في لي زيكزيرسيس تاعنا اللي نتريتيهم لي كان اللي نتريتيهم دائما نطيحوا في هذه الحاله بويسونس فورني موين تساوي بويسونس ديسيبي موين كيفاه نبرهن عليها نسي نكتب هذه بنفس الشكل كيما هذه الوغ عندنا 2 دلتا نفكركم فيه صبناه الفا على 4 ام انا باش هادي نقول باللي تساوي هادي الى قررت جحا كيما هي سي تادير راك تشوفوا هاد لا بويسونس فورني ما فيهاش الالفا الى ندخل فيها الفا والالفا منين ندخله عندي سينوس في لازم نعوضو بالعباره تاعو هاي وينا والتيتا زيرو نعوضو بالعباره تاعو شوفوا مليح راك تشوفوا تيتا زيرو ها وليك نعوضوه بالاكسبرسيون ديالو وسينوس في نعوضوه اون فال رومبلاسي باغ سون اكسبرسيون تاني هاي ليك سينوس في نعوضوها هنايا هذه هي ديجا نتعلق من هذه في الاكسبرسيون تاع بيلي الفا ما كاش سينوس في ما كاش تيتا زيرو افا كاين تيتا زيرو باردون او كاري دونك جو في رومبلاسي تسمى باش نروح من هاد العباره تاع بي اف البي الفا اللي نقلع هذا سينوس في صادير رومبلاسيه بهذه فوالا جو في الفير الوغ تبعوا مليح بيلي الفا بيلي الفا بلوتو بيلي اف نكبط بيلي اف ونعوض عباره سينوس في بي دو اف بيسونس فورني موين سي موان دو اف زيرو ار اوميغا تيتا زيرو sinus phi à 2 donc 1 demi
سينوس في، سينوس في شكون هي هذه؟ تولي لي موان دو دلتا اوميغا على اوميغا زيرو كاري و اوميغا كاري او كاري بلس 4 دلتا كاري اوميغا كاري بويسونس 1 دومي. هذه وحده. عندنا سين تيتا زيرو تاني نقدر نعوضو بالعباره تاعو. هاوينا دوك نحيه، استناو تشوفو لو تيتا زيرو، لو تيتا زيرو راني راح نعوضو بالعباره تاعو. وشنو هي العباره تاعو؟ دونك هذه تولي لي هكذا. ها جو الفير اون دو طون، معليش. دونك سسخا موان دو. الوغ لو موان، فات اتونسيون ايسي، لو موان مع لو موان يتنحى. الان دومي هذا ما نقلعوش خاطرش نسحقو، خاطش كاين هنا ان دومي. شايفين انا باغي نروح من هذه لهذه، دونك اللي قيبان لي ان دومي، دونك ما نقلعوش. الدو مع الدو خليه. دونك هنايا شوفوا مليح، عندي الموان مع الموان يروح يولي لي اتنين اف زيرو ار اوميغا فوا ان دومي تيتا زيرو. نعوضو بالعبارة، دونك عندي تنين دلتا اوميغا على هاد المقام هذا، هادي الدالة نسميها اف، اف اس نصف اف باش ما بقاش نكتب. والتيتا زيرو شوفوا مليح واش يساوي تيتا زيرو. تيتا زيرو هو اف زيرو على تنين ام اخ على اف اس نصف. وسويفي دونك يولي اف زيرو على تنين ام اخ على اف اس نصف. سي بون. دونك واش نلاحظ؟ نلاحظ اولا اوميغا مع اوميغا يولي او كاري، دونك تولي لي الكتيبه ان دومي تنين اف زيرو اخ. هذا تنين اف زيرو اخ ان دومي اوميغا مع اوميغا يولي تنين دلتا اوميغا اس تنين، ياك تنين دلتا في اوميغا اس تنين على اف. الاف هذا يا جماعه هاو اف اس نصف، اف اس نصف، اف هو هذا اللي كاين في المقام، دونك يولي اف اس واحد. وهنا الفوق عندنا اف زيرو على تنين ام اخ. شوفوا انا وين راني باغي نوصل، راني باغي نوصل الفا اوميغا كاري اخ كاري تيتا زيرو كاري. تبعوا مليح هنايا، تما خصني الفا. واش من ايليمون يليق نعوض فيه باش يبان لي الفا؟ دلتا. دلتا صح، علاه؟ خاطرش دلتا تنين دلتا هاوينا هو الفا على 4 ام. دونك جو في رومبلاسي لو دلتا، لو دو دلتا هاوينا دو دلتا، ها عمره طويله، ها هاولي هذا دو دلتا، هذا هذا نعوضو بالفا على 4 ام باش يبان لي الفا لي راه في لا بويسونس دي سي. دونك واش يولي لي؟ يولي لي ان دومي دو اف زيرو ار. دو دلتا هذا هو الفا على 4 ام اوميغا كاري اف زيرو على 2 ام ار على اف. اف هذه لا فونكسيون هذيك اللي جايه، هذه هذه صح. تبعوا مليح، عندي تاني اف زيرو راه مضروب في اف زيرو، عندنا الكات مع الدو. تبعوا مليح، الكات مع الدو يولي لي دو في المقام. تسمى هنايا هاني لحقت الهاي باينه، شوفوا مليح، يولي لي ان دومي الفا شتو اف زيرو مع اف زيرو تولي لي اف زيرو وكاري على ار. وهنا في المقام كاين ار، انا لازم لي نبين تيت. ديجا عندنا دوزام، هنا عندي دوزام وهنا عندي دوزام، شتوها دوزام وكاري. واش عندي؟ عندي ار وعندي ار، بصح انا لازم نخرجها على شكل هاكا
ايرو كاري. شوفوا فيها هيا باش يكون عندي ايرو كاري فوالا. دونك هذا الار هذا باش نرجعو ايرو كاري نضرب ونقسم. دونك يولي لي هذا الار كي نضربو في ار يولي ار كاري ونقسمو على ار. بصح ما تنساوش ديجا عندي ار هنايا كي نضرب هذا ار. صبروا مليح حاولي كان هاكا كيما نقول هنا بسط وهذا مقام. شوفوا الار هذا راه في المقام هنا. دوك انا باش يولي لي ار وكاري في البسط ندير نضرب في ار ونقسم على ار فاهمين. وعندي اف يعني اف هذا نعوضه اوميجا زيرو كاري واوميجا كاري او كاري بلس 4 دلتا كاري اوميجا كاري اوميجا 4 دلتا كاري اوميجا او كاري هكذا. دركا هادي كاينه حاجه ثاني خصني ما تنساوش هذا الاوميجا كاري ما تنساوهش يجي لهنا صح. لاحظوا مليح هذا كومبلي تبعوا مليح نسقمو هكا يجي يولي لي بهذا الشكل بويسونس فورني موين ايت ايغال ا ان دومي دو الفا ار كاري اوميجا كاري فوا la fraction hein, dit f0 sur 2 m r le tout au carré chauffe garam ou stnin ha gardez comme stnin ala hada oméga 0 carré le terme hada au carré plus 4 delta carré oméga carré comme tu vous fais hada li menni chba. وشنو هذا ان فيت سو تيرم لا لا فراكسيون هذه كيسكو سيتا زيرو او كاري فوالا سيتي تا زيرو او كاري سيتي تا زيرو او كاري اي فينالمون فينالمون في الاخير واش نصيب نصيب لا بويسونس فورني تساوي ان دومي الفا اوميغا كاري ار كاري تيتا زيرو كاري صح. سي جو روفي ان بو ان اريير نعاود نولي منين ديماريت ديماريت من لا بويسونس فورني هادي وقلنا راح نبين باللي تساوي لا بويسونس ديسيبي هاديك لا بويسونس ديسيبي صبناها كيما هاكدا. دونك جو دونك كونكلوزيون نستنتج واش نستنتجو باللي لا فالور موان دو لا بويسونس فورني ايت ايغال ا لا فالور موان دو لا بويسونس ديسيبي سور اون بيريود سور اون بيريود. يعني هاكا زدتها من عندي هادي باش نبين لكم باللي بيريود ديروها ما ديروهاش يا با دو سوسي parce que nous allons calculer la valeur moyenne sur une période, donc pas la peine de spécifier. Est-ce que c'est bon, les gens? Monsieur Vensorci. Alam. Hadi, redémonstration. Je suis chatna oudouha. Non, redémonstration. On ne sait jamais. Hadi. Bon, général, en général, on calcule la puissance. La puissance, chal tout ça, oui. La puissance dissipée, la puissance moyenne. تسمى باش تفهم منها حاجة تاني تفهم باللي الفالور موان تاعهم لي فالور موان تاعهم متساويين سو سوا تحسب بويسونس فوني ولا بويسونس ديسيبي او فالور موان كيف كيف هادي وحدة. و ثانيا سي غار دو دوموندي يعني كون دوموند دو مونتري كو كيل سون ايغال بون مي سي اون لو دوموند فوالا اي سوفي دو رومبلاسي يعني تيتا زيرو اي في سينوس في بار leurs expressions respectives يعني تعوض بالعبارات تاعهم هذا ما كان. دركا هو سورتو واش نسحقوا اكتو العباره هذه العباره هي اللي نسحقوها هذه قال كي صبت لا بويسونس فورني ولا لا بويسونس ديسيبي الى تخرج لي هكا علاه باسكو حنا نسقسوا على دروك لا ريزونانس ولا ريزونانس شات تسحق تسحق كيما نقولوا تدرس لا فونكسيون هادي بويسونس يعني الداله هادي يعني بالنسبه للمتغير اللي هو اوميغا قال سافو دير واش راح يصرا راح انا نبدل هذا باقي كاع سي دي كونستانت اوميغا 0 دلتا ام ار اف 0 هادو كاع سي دي كونستانت المتغير شكون هو هو اوميغا وحده تاعو راديون بار سكوند وعندي لا بويسونس فورني قال سي
او وات. داكوغ؟ قال لو كان نرسم هاد لا بويسونس تجيني كيما هاكا، تبدا من الزيرو عندها ماكسيموم، والماكسيموم هو اوميغا زيرو، وهذه نسميها بي ماكس. ماكس وهنايا بي ماكس على 2 تعطينا قيمتين اللي هما اوميغا 1 واوميغا 2. هادو لي بولساسيون اوميغا 1 اوميغا 2 نعيطو لهم لي بولساسيون دو كوبور، واوميغا 0 هي لا بولساسيون دو ريزونانس اون بويسونس. دونك نكتبهم لكم، اوميغا 0 ريبريزونت لا بولساسيون. دونك نحسبوها، Monsieur, oui. est-ce que عندنا conclusion lorsqu'on a trouvé la puissance fournie égale à la puissance d'amortissement? Enfin, il faut dire, en conclusion, il faut dire que les deux puissances en valeur instantanée ne sont pas égales, seulement leurs valeurs moyennes sont égales. Elles ne sont pas égales en instantané, c'est ce qui assure le mouvement du système. Mais c'est-à-dire le système fait كل لحظة راه يتحرك. وفي كل لحظة لامورتيسور يمتص الطاقة ولا بويسونس فورني تمد الطاقة للسيستم، ولكن كي نحسبو في المعدل زعما في اون دوغي قال اون سوغ قال 10 سكوند ولا قال بيريود تاع 2 سكوند 10 سكوند ولا جو سي با، قال في هذيك لا دوغي لي دو بويسونس متساويين. في هذيك لا دوغي لي دو بويسونس يعني المعدل تاع واش مديت للسيستم، واش مديت للسيستم في هذيك لا دوغي قال a été amorti par, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné, l'amortisseur va absorber avec l'énergie. D'accord? Mais en instantané, c'est pour ça que le système avec il tarrek. Monsieur, parce que tu dis les puissances moyennes sont égaux, comme un système de 1 degré de liberté simple, non forcé. Le système est libre, mais libre. Non, amorti ou forcé. Et c'est la force extérieure qui assure le mouvement. Yani, l'haraka diali, kaina li wujud quwa kharijiya li hiya tsebb fi l'haraka ta' system. D'accord? Donc, système renforcé. Had nou' ta' les systèmes mécaniques, ngoulou lhom les systèmes entretenus. En mécanique, ngoulou lhom les systèmes entretenus. D'accord. Alors, c'est des systèmes qui ont un amortissement, qui ont une force extérieure, donc c'est un système forcé. Et sur une période, la puissance moyenne, les puissances moyennes, c'est oui. Voilà. Ça ne veut pas dire que le système est harakshoula. Non. Parce que le calme est harak, ça veut dire à chaque instant T, la puissance moyenne, la puissance fournie, la puissance dissipée, et que nous met oui. Et là, ça veut dire, mais d'accord. Par contre, sur une valeur moyenne, parce que c'est des excitations sinusoïdales. C'est à cause de ça. Le mouvement qui compte sinusoïdal, automatiquement, sur une période, il y a une fibre moyenne, quelle, où je me dis le système, dès l'amortisseur. Voilà. Madame Akane. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Donc, là, oméga 0, tu mets la pulsation de résonance. Je vais effacer ça. Après ça, on a oméga 1, ou oméga 2, où ils mettent l'eau. Représente, ils mettent l'eau. Les pulsations de coupure. De coupure. Chemin de pulsation de coupure. تبعوا مليح، أنا رسمت لكم هادي، قال كيما هكذا عندنا لا بويسونس، فالور مويان، وعندنا هنايا أوميغا،
اوميجا بالراديون بار سكون، هنا بالوات. لا بويسونس تجي بهذا الشكل، ياك هكذا قلنا ان ريزونونس هنا يعني لا بويسونس تكون ماكس. وكي نقسم لا بويسونس على زوج نصيب لي دو بولساسيون اوميغا 1 اي اوميغا 2، اي سا سي اوميغا 0. هاد لي بولساسيون هادي الجهه هادي البلاصه هادي المنطقه هادي هاد المنطقه نقولوا لها بوند باسونت. اللي هي اوميغا 2 موا اوميغا 1، هذه وحده. وثانيا هادو اوميغا 1 اوميغا 2 يسموهم لي بولساسيون دو كوبور، سيتادير نعتبروا مثلا ان سينيال الكتريك هذاك لي سينيو الكتريك عندهم باغ اكزومبل تيكون ان سيركوي ار ال سي ولا عندنا مثل هذا كيما نقولوا المنحنى تاع لا بويسونس. واش يعني هذا المنحنى؟ يعني عندنا قيم تاع لي فريكونس لي بين اوميغا 1 اوميغا 2 عندهم امبليتود لاباس بها، تشوفوا فيها والامبليتود هذه الكبيره كاع، وهذو لي امبليتود لاباس بهم. كي نخرجوا من اوميغا 1 ونخرجوا من اوميغا 2 تما نجوا لهذ الجهه، انا لي امبليتود ضعاف، صح؟ واش معناتها؟ معناتها هذا السيستم هذا يختار لي فريكونس، شغل نضحكوا شويه عنصري، قال لي فريكونس اللي مشي داخلين اوميغا 1 اوميغا 2 برا ما نسحقوهمش، اللي بين اوميغا 1 اوميغا 2 نسحقوهم، قال هادو هما نعطولهم امبليتود لاباس بها، اللي برا نعطولهم امبليتود فابل. سي سكون ابل ان فيلتر بالعربية، بون لو فيلتر بالعامية صفاية. واش يصفي هذا؟ واش يفلتري؟ يفلتري لي فريكونس، سي ان فيلتر كي فا سيليكسيوني سيغتان فريكونس. كيل سون سي فريكونس كي سون سيليكسيوني؟ سيل كي سو تخوف اونتر اوميغا 1 و اوميغا 2. وهذا النوع تاع لي فيلتر نقولو له باس بوند. وش حاب يقول باس بوند؟ صافي دير عندي بوندا كيما نقولوا بالدارجه، هذيك الكلمه نقولوا بوندا اون بوند، قال المنطقه هذه لا ريجيون هذه من لهنا سي اون بوند. قالوا شنو هذا البوند؟ لا بوند هذه تبدا من اوميغا 1 وتحبس الاوميغا 2، يعني هي مجموعه من لي فريكونس اللي محصورين بين اوميغا 1 اوميغا 2. وش فيها؟ الفلتر تاعي يصفي يختار لي فريكونس اللي محصورين بين اوميغا 1 اوميغا 2، يمد لهم امبليتود مليحه. دونك السيستم ميكانيك ديالي ولا السيستم يقدر يكون ميم ان سيستم الكتريك اون جينيرال، اي بي سو سيستم ايت ان فيلتر. اور جو فو دوني باغ اكزومبل سي كوا ان فيلتر. ان فيلتر سا بيرمي دو سيليكسيوني دي فريكونس. باغ اكزومبل كي تكون في لا راديو، قال لا راديو تشعل لا راديو تاع لا سياره ولا باغ اكزومبل فريكونس تاع التلفزيون ولا مثلا في لا راديو باغ اكزومبل سيليكسيوني 90 ميجا هرتز تسمع 90، اسكو تسمع الاخرين ولا تسمع غير 90؟ كي تخير 90 اسكو تسمع 95 و100 ولا تسمع غير 90؟ كي تسيليكسيوني 90 جو بوز لا كيستيون. فوالا واش درت؟ واش درت كي تسمع غير 90؟ tu as sélectionné une fréquence. ça veut dire quoi؟ خيرت une fréquence وقلعت الاخرين، خيرت une fréquence ونحيت الاخرين، شايف؟ هنا دونك لا سيليكسيون هادي نقولو vous avez sélectionné une fréquence. c'est donc la radio ديالي
تلعب دور ان فيلتر صفاية. قال كي نرجليها على 90 تخير لي غير 90، كي نرجليها على 100 نسمع غير 100، ما نسمع لا 105 لا 95. دونك لا راديو تاعي سيت ان فيلتر، داكوغ، ان فيلتر كو جو بو ريغلي اي كي سيليكسيون دي فريكونس. قال له كان تكون قدام 99 تسمع شويه بصح ماشي بيان، بصح كي تكون في 100 تسمع مليح. دونك نقولوا لا راديو هذه عندها تاني اون بوند باسونت، اون بوند باسونت. قال هنا لا كاليتي، سي بور سا نهضروا لا كاليتي. شوف مليح، مثلا لو كان انت لا فريكونس تاعك الفيلتر هذا جا كيما هكذا، عندك فيلتر، عندك اون راديو كي مي ان سينيال كوم سا، ان سينيال جاي كيما هكا، هاد السينيال مليح في المية، في المية غيزونونس. انا باش نقبض هاد السينيال، قال هنا درت لي فريكونس، ياك اف هي اوميغا على 2 بي، كيف كيف تما نحط لي فريكونس ولا اوميغا بيناتهم ثابت. تبعوا مليح واش راني نحكي هنايا. انا حبيت نحكم هذا سينيال جماعه، سينيال تاع كشان راديو نابورت لاكان، قال هذا السينيال 100 ميجا هرتز. تبعوني مليح، انا حبيت نكابتي تاع 100 ميجا هرتز، شنو لازم ندير؟ شنو لازم ندير باش نحكم سينيال تاع 100 ميجا هرتز؟ لا راديو تاعي واش لازم ندير لها؟ لازم نفور ليها فوالا، لازم نخير لا ميم بلس لا ميم فريكونس، سيتادير نجي لا راديو تاعي نريكليها هنا مع 100، هكا يكون السينيال كاليتي تاعو كبيرة. شوفوا مليح ماكس. دونك كي نكون ندور في لا بوند باسونت نبقى نقبض سينيال كاليتي شوية، كاليتي اسمه كلمة كاليتي، جودة تاعو شوية بصح ماشي كيما 100، 100 خير. اما لو واش يصرى لو كان نخرج من هاد لي فريكونس اف 1، اسكو نقبض سينيال مليح ولا لا؟ شوفوا لي زومبليتود كي يولوا دايرين، شوفوا شوفوا واش يصرى. خرجت من تما انا السينيال تاعي 100 اللي قبلش نقبضو نجي في 100، قال كي نبعد عليه شويه نبقى نقبض شويه، ها كيما هنا في هاد المنطقه وهاد المنطقه، بصح كي نبعد كاع اسكو الجوده تكون هنا 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 ولا هنا؟ هاد المناطق هادي، قال هاد المنطقه هاد المنطقه، اسكو السينيال لومبليتود تاعو مليحه؟ راكم تسمعوا فيا؟ وي جاتون فوت ريبونس، راكم تسمعوا؟ نو ميسيو، مش راح تكون كاليتي مليحة. فوالا، ما راحش تكون اكزاكتومون، ما راحش تكون كاليتي مليحة. دونك فابل، امبليتود فابل. الو هنايا نقولوا هذا سي تا فيلتر، وهذه سي لا بوند باسونت. سيتادير لو فيلتر ديالي إلي سباسي سي فريكونس لا. يمدلهم لي زوت فريكونس نو باس با. سيتادير ما نشوفوهمش، ما نسمعوهمش، ما نكابتيوهمش، ضعاف. مي هاد لي فريكونس اللي محصورين بين اف 1 و اف 2 نسمعهم. هادي باغ اكزومبل في الالكترونيك او ميكانيك عندها دي زابليكاسيون، سي سكون ابل لو فيلتر. لي فيلتر بلوتو، عندنا بليزيور تيب دو فيلتر، داكور، وهذا سي فينومين دو فيلتراج. حنا واش رانا نحوسو دروك مليح؟ دونك مادام الفيلتراج هذا سي فينومين مهم تحقو في الالكترونيك وفي الميكانيك، ايا نحوسو على لا بولساسيون دو ريزونونس و لا بوند باسونت. قال انا هذيك لا بويسونس فورني، تبعوا مليح، جي لا كوبيي لا كوبيي مسيو. كيف نحوس على لا ريزونونس؟ كيف ندير؟ واش لازم ندير باش نحوس على لا ريزونونس؟ لا بويسونس ماكسيمال، لا ديريفي تاع لا بويسونس ماكسيمال ايكال ا زيرو، ايكال ا زيرو. مي هذه سي لا بويسونس ولا لا بويسونس ماكسيمال؟ لازم تكون لا ديريفي تاع لا بويسونس فورني موين ايغال سي لا دي اوميغا ايغال زيرو. فوالا، راكم داكور معاه؟
راهو يقول باللي المشتق يساوي صفر. Monsieur, وي monsieur, s'il vous plaît, le graphe de θ0 en fonction de oméga, ou est-ce qu'il y a une pulsation de résonance? مانيش نسمع فيك، وراك انت يا واش من ليان؟ Numéro 1. وي لو ليان نيميرو 1 ايت اوم غار انعام فازي. Le graphe à l'amplitude en fonction de oméga. Oui, oui, bien sûr, il y a une résonance. Indique que nous là la résonance. Non. Indique les pulsations de coupure. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi la différence? On peut les chercher. Quelle est la différence entre les pulsations de coupure à l'amplitude ou les pulsations de Elles sont coupure les mêmes. À l'amplitude? Elles sont les mêmes. D'accord, merci monsieur. Elles sont les mêmes. Je vous en prie. Par contre. Alors, comment on va chercher les pulsations à deux? Moi, je vais vous montrer. Bonne question, Aïtoumra. Galhadi, je vais vous montrer une expression qui m'a dit, ma trafou, ma walou. Haïlik. Choufoumile, handkom, hada un demi. Ou l'alpha, ou l'r carré, ou l'f0 à l'ethnin, mr au carré. Hado, gars, c'est des constantes. C'est ma habiqoul, handi constante. Madroba fi oméga carré, li y a hadi. Haïlik oméga carré. Divisé par ce terme-là, oméga 0 carré, moins oméga carré au carré, plus 4 delta carré, oméga carré. Hada, Kamel, puissance 1. Maintenant, ce que je vais faire. Monsieur, s'il vous plaît. Un, mademoiselle. Monsieur, هذيك اللي قلت لنا بلي لي اوميغا 1 اي اوميغا 1 اي لي اوميغا 2 correspondant à بي ماكس sur 2. وي monsieur, مي لوسك حنا كي قلنا في الكور حنا درنا هنايا كي درنا تي بي قلنا بلي رسمنا لو غراف تاع لو في اون فونكسيون دو اف لا فريكونس. وي وقلنا بلي تفضلي يعني نسنا في لا كيستيون ديالك على بالي وراكي راحه مي راه فازي كمل. قلنا بلي لو اف 1 و لو اف 2 كوريسبوندون ا في ماكس سو راسين دو 2. توت افي. ماشي كي على بالي فو نو فوايي با لا اكزاكت. داكور تري بيان. الوغ طالبه تسال وسؤال مليح. سي اون اكسيلونت كيستيون. جو تو رمارسي بور لا كيستيون. جو في تي ريبوندر. جو في دوني اون بارتي دو لا ريبونس. نعطيك جزء من الجواب درك. ومن بعد كي نكملوا الحساب نعطيك الجواب الكلي. تبعي مليح. السؤال تاع الطالبه هو التالي. سي لا كيسيون سويفونت. دونك ال دوموند قالت مسيو كومون سفيتيل كو دونك جو في فو ريزومي ان بو ا ما مانيير. يا شيخ كيفاش انت راك تقول لي بولساسيون دو كوبور لازم نقسم لا بويسونس على دو الوغ كو حنا في تي بي هما هذه لا دوموازيل حنا في تي بي درنا في بدلاله اف وكي حوسنا على لا فريكونس دو كوبور قسمنا في على جذر اثنين ما قسمناهاش على اثنين قسمنا على جذر اثنين ماشي على اثنين تخي بيان خاطرش هذيك في سي اون امبليتود سو ني با اون بويسونس اي لا ريلاسيون بين لا بويسونس اي لامبليتود في كو يعني العلاقه اللي كاين بين لا بويسونس و لامبليتود هي اللي تخلي انه كي تحوسي عليهم في لا بويسونس تقسمي على زوج وكي تحوسي عليهم في لامبليتود تقسمي على جذر اثنين دركا اعطيني 10 مينوت قسمه نجبد بولساسيون دو ريزونونس ونجبد نورمالمون 10 مينوت ونجبد لي بولساسيون دو كوبور ونبرهن لك علاش في لا بويسونس نقسم على زوج وفي لامبليتود نقسم على جذر اثنين داكور مادموازيل. وي داكور مسيو ميرسي تري بيان. دونك نفهمك هيا راح دوكا هنا نبدا اولا نجبد لا ريزونونس دوكا راح نشتق هذه قال سي كوا لا ريزونونس C'est la dérivée, donc je calcule la dérivée par rapport à oméga. Oméga étant notre variable, je vais faire varier yani, la pulsation. Je vais faire varier la pulsation et étudier la fonction P en fonction de oméga. Ça, yani, P, c'est-à-dire, bidet oméga. Galan, on va faire le max. Le max, c'est le max. في مشتق تاع من؟ تاع من هادو صح تبعوا مليح وشنو هذا المشتق هذا دونك عندنا مشتق الاول في الثاني ناقص مشتق الثاني في الاول
جماعة رحت لا كونيكسيون واقيلا. Oui, monsieur. اتوندي دقيقة برك دقيقة برك. جو في ريبروندر لونجسترومون. جو في ريبروندر لونجسترومون. زيد هنايا جو ريبرون لونجسترومون. رحت لا كونيكسيون سي با غراف. دونك فوالا جو راح لونجسترومون مازال. اه لونجسترومون ما راح سي البارتاج ديكرون اللي راح. اه Ah, voilà, je partage l'écran. Donc, regardez. Donc, je suis en train de dériver. Le mouchtaq à la puissance égale 0. Donc, on a la constante. Ça veut dire la constante le mouchtaq. Tu oméga carré à la maqam. Il s'est 0. Donc, je suis ici, il s'est 0. C'est une constante positive. Donc, mouchtaq le bast fil maqam. Naqs mouchtaq le maqam fil bast. Mouchtaq le bast, c'est 2 oméga. مضروب في المقام هاوليك اون روج ناقص اوميغا كاري في مشتق المقام. مشتق المقام سي 8 دلتا كاري اوميغا زيد هذا اللي بين قواس او كاري واش يمد لي المشتق ديالو موان 2 اوميغا عندك 2 يهبط ياك 2 هذا يهبط ولا ما يهبطش؟ يهبط 2 وزيد ثاني موان 2 اوميغا موان 2 اوميغا منين جا موان 2 اوميغا هذا يا جماعه؟ منين جا؟ مو اوميغا مو اوميغا سوري في اوميغا 0 كاري ناقص اوميغا كاري اس 2 ولا اس 1 هذا مشتق البسط بالاحمر مشتق البسط في المقام بالاخضر مشتق المقام في البسط تبعوا مليح على 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 من نقسم نقسم على هذا اوكاري المقام اوكاري بصح هذا هذا اوكاري ماشي هو اللي راح ينعدم يعني كي انا نحوس هذه كومبليت تساوي صفر شكون اللي يساوي صفر البسط ولا المقام النيميراتور Alors, le numérateur ou bien le dénominateur qui est égal à 0. Le basti, c'est OSF. Ah, et les autres liens. Ah, les jeunes. Le basti, monsieur, il y a un Voilà, le basti, c'est OSF. Très bien. Donc, on a là, égal 0. Maquelle est le maqam avec mon sahakosh? Ou là, bon, je vais le mettre ici, attendez, oméga 0 carré, moins oméga carré, au carré, plus 4 delta carré, oméga carré, hada. Donc, hada, au carré, ou li. Parce que delta le bast fait le maqam, mouchtaq le bast fait le maqam, moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur, divisé par le dénominateur au carré. Hada compli, yusawé, sefer. Donc, je coule les 0. Li kayin fait le bast. T'es pas omni. Je vais le regarder de près. Regardez de près, Hada. Il y a des simplifications, ne vous inquiétez pas. J'aurai deux fois oméga, finalement, multiplié par oméga 0 carré moins oméga carré, le tout au carré, plus 4 delta carré oméga carré, Hada, le premier terme, moins oméga carré fois 8 delta oméga, ou delta carré oméga, moins 2 fois moins 2, donc il vous lit 4, oméga fois oméga 0 carré moins oméga carré. C'est simple, ça va se simplifier. Regardez. Donc, il y a complet, il y a un oméga. Un oméga ou un oméga. Un oméga, oméga ou oméga. Si ma oméga, il y a un mouchtarak, il n'y a pas de problème. وهنا عندنا اوميغا عامل مشترك ومننا عندك زيرو واش نقدروا نديروا ها يا جماعه سي سام نحاه جيليمين تري بيان عندنا تاني الويت والكات والدو نقدر نختزل على زوج قال هذا زوج يروح نقسم على زوج نقسم على زوج نقسم على زوج يولي هذا واحد هذا يبقى أربعة
هذا زوج تبعوا مليح. سما هنايا يبقى لي 4 وهذا يولي 2. شوفوا مليح لو تيرم هذا هنا يولي لك اوميغا. دونك نعاود نكتبوا شوفوا مليح يولي لي اوميغا 0 كاري مو اوميغا كاري او كاري بلس 4 دلتا كاري اوميغا كاري مو اوميغا كاري فوا باردون مازال لي كروشي مو اوميغا كاري اوميغا كاري في 4 برا ماشي الداخل. دونك اوميغا كاري فوا 4 دلتا كاري يا 4 دلتا كاري موا مسيو اوميغا وحده هذيك قبل كروشي ياك اختزلنا وحده هذه مع هذه وهذه سي بون. ماشي ديك الكروشي اللي راهي مون سيركليا بالبلو ياك بديت بيهم هايك بلو 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 شتيها وي وي سي بون اللي برا تبقى. دونك عندنا 4 دلتا كاري موا 2 فوا اوميغا 0 كاري موا اوميغا كاري ايغال 0 كاين ولا ما كاش؟ شوفوا مليح encore une coupure de connexion, c'est pas grave. Donc on a fait le calcul. Nous nous lis. جماعة هنا شوفوا مليح وين وصلت. سي بون سا فا vous voyez ce que je suis en train de faire. Oui monsieur. Très bien. Maintenant regardez qu'est-ce que je peux simplifier. 4 delta carré oméga carré. Delta carré oméga carré moins 4 oméga carré. Voilà 4 delta carré oméga carré. Où est-ce sera l'homme à Doma? Les autres, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, هذا simplifié مع هذا. واش يبقى لي؟ يبقى لي oméga 0 carré moins oméga carré au carré. وعندنا plus moins. عندنا regardez, vous voyez le moins هذا مع هذا. Il voulait plus. Donc, il voulait plus 2 oméga carré. Fois oméga 0 carré moins oméga carré égale 0. Qu'est-ce que ça donne en fait? Ça donne oméga 0 carré moins oméga carré. Yak. Où est-ce que vous avez dit? Facteur commun. Où est-ce que vous avez dit? Je vais vous dire. Oui, oui. J'attends les autres. Très bien, vous êtes d'accord? Donc, facteur commun, où est-ce qu'il y a l'idée l'oméga 0 carré moins oméga carré plus 2 oméga carré égale 0. J'obtiens ce fameux résultat, donc on a moins oméga carré plus 2 oméga carré qui font oméga carré et j'obtiens le qam al-khar haoulik.
يساوي صفر. دونك ما هو الحل هنايا؟ ما هو الحل؟ سي كوا لا سوليسيون؟ اوميغا اوميغا زيرو. صحيتي، دونك اوميغا ايكال اوميغا زيرو. لا بولساسيون ما تقدرش تكون سالبه، ما تقدرش تكون تخيلي، ما كاش منها سالبه، ما كاش منها. دونك الحل هو اوميغا يساوي اوميغا زيرو. دونك واش نستنتجوا جماعه؟ سي كوا سو اوميغا زيرو؟ واش يمثل؟ دونك اون ريزونونس لا بولساسيون سي سيل فوالا. هادي سي كال ريزونونس بصح تاع واش؟ ريزونونس اون بويسونس. فوالا ريزونونس بور لا بويسونس يعني اون بويسونس، يعني تاع لا بويسونس هادي صح. اوميغا زيرو اون تروف ان ريزولتا سي اسي، يعني ان ريزولتا سي امبورطون اسي انتريسون. C'est que dans un système mécanique, dans le cas des oscillations linéaires, la résonance en puissance se produit lorsque la pulsation est égale à la pulsation propre du système. Oui, c'est important. C'est-à-dire, la puissance est de qima avant miya, l'imma, tkoun, nabv, l'kouwa l'kharijiya, تساوي نبض لا بولساسيون بروبر دو سيستيم، با نيمبورت كيل بولساسيون، سينون لا با دو ريزونونس. Il faudrait que ce soit la pulsation propre du système. هذه مهم جدا. Très bien. زيد هنايا. قال لي صفت بولساسيون بروبر، اللي هي بولساسيون دو ريزونونس. ريزونونس، زيد لا ار، تاع لا بويسونس بصح. تمام مليح. أنا واش راني نحوس دوكا؟ قالت لي نحوس على اوميغا 1 واوميغا 2، ياك هكذا كنحوس على اوميغا 1 واوميغا 2، كيفاش ندير؟ اي با نحل المعادله التاليه، ندير بويسونس فورني ايغال ا بويسونس ماكس على 2. فهمتوا واش ندير لي جون؟ هل vous comprenez ce que je dis؟ هذه لا ديرنيير نو ميسيو. معليش تري بيان. عندنا بويسونس، تبعوا مليح. لا بويسونس تجي هكذا. قال هذه لا بويسونس ماكس. في التيبيك فاش ديروا؟ تقسموا على جذر اثنين باسكو سي لامبليتود. لو كان جات لا بويسونس تقسمو على اثنين. كي تقسمي على اثنين تجي لهنايا، ديري هذا الاسقاط وتصيبي لي بولساسيون اوميغا 2 اوميغا 1. بصح انا هادي بيانيا، تحليليا كيفاش ندير؟ نحل المعادله اللي تقول وقتاش لا بويسونس هادي تكون تساوي بويسونس ماكس على اثنين. وقتاش لا بويسونس تكون تساوي بويسونس ماكس على 2؟ اي با لا ريبونس اي لا سويفون. لا بويسونس كي تكون تساوي اوميغا 1 ولا تساوي اوميغا 2 هي لا بويسونس ماكس على 2. شوفي يعني لا بويسونس هنايا كي تكون قيمه اوميغا اوميغا 1 ولا قيمه اوميغا هي اوميغا 2، لا بويسونس فورني تكون تساوي ماكس على 2. قال انا راح نحل هذه المعادله. واش من معادله؟ لا بويسونس تساوي بويسونس ماكس على 2. كان يخرجوا لي معادله فيها لي بولساسيون. من هذيك المعادله نصيب اوميغا 1 اوميغا 2 هما الحلول. فهمتوا دركا؟ سي بون. مسيو مي شغل جون كيف نبرهنوا بلي هذيك هي بي ماكس سور 2؟ تسمى كيفاش نبينوا هذه جوست جرافيكمون؟ لا لا انا نحوس وقتاش لا بويسونس تكون ماكس على 2. لا بويسونس كي تكون ماكس على 2 نحوس على لي اوميغا، نصيب اوميغا 1 و اوميغا 2 لي بولساسيون دو كوبور. اسكو تو فوا ا بو بري؟ تو كومبرون؟ اه وي داكور مسيو داكور. كان انايا ماتنو جو في تروفي دي بولساسيون
هذوك لي بلساسيون زوج هما اوميغا 1 اوميغا 2. من بعد على فاش جو في تو دير بوركوا سي لامبليتود ماكس على جي درت 2. تري بيان، شوفي مليح، شوفوا مليح. انا لا بويسونس ماكس شكون هي؟ اولا لازم نحسبوا هذه، لازم نحسبوها، لازم نحسب لا بويسونس ماكس. واش هي لا بويسونس ماكس؟ هي لا بويسونس فورني موين كي تكون اوميغا تساوي اوميغا زيرو. هذه هي لا بويسونس ماكس. اذا نحكم لا بويسونس ديالي ونعوض اوميغا باوميغا زيرو، واش تولي لي؟ عندك هي سي، ياك لا بويسونس تاعني هاي اللي كيفاش تجي سي في اوميغا كاري على اوميغا زيرو كاري ناقص اوميغا كاري او كاري زائد 4 دلتا كاري اوميغا كاري. كسبناها هكذا لا بويسونس، بويسونس صبناها هكذا. درك نعوض اوميغا باوميغا زيرو نصيب لا بويسونس ماكس. هاني نعوض باوميغا زيرو، ها هذه اوميغا زيرو وهذه اوميغا زيرو وهذه اوميغا زيرو. هذه شكون؟ هذه لا بويسونس كي تكون اوميغا تساوي اوميغا زيرو اللي هي ايضا لا بويسونس ماكس. فهمتوا؟ لان عندي تكون ماكس كي تكون اوميغا تساوي اوميغا زيرو. صح، نعوض نجي نصيب بي ماكس هي شكون؟ هي سي على 4 دلتا كاري. راكم معايا داكور؟ اوميغا زيرو كاري هادي، هادي تروح مع هادي تمد لي زيرو، تبقى لي هادي تختزل مع هادي، ياك؟ سي بون؟ وي مسيو. تخي بيان. قال هادي شكون؟ هادي لا بويسونس ماكس. انا واش راني نحوس؟ راني نحوس على بويسونس فورني تساوي بويسونس ماكس على 2 اللي هي سي على 8 دلتا كاري. هاني كادي بويسونس ماكس كينقسم على 2 تولي هكذا. قال بويسونس فورني شكون؟ بويسونس فورني هاني كيفاش تنكتب؟ تنكتب سي على في اوميغا كاري على اوميغا زيرو كاري ناقص اوميغا كاري او كاري بلس 4 دلتا كاري اوميغا كاري. هذه لا بويسونس فورني موين كي نديرها تساوي بويسونس ماكس على 2 هاي ليك المساواه. راح نحل هذه المعادله ونحوس على قيم اوميغا اللي حقوا لي هذه المعادله، وهذا القيم تاع اوميغا هما اوميغا 1 اوميغا 2. تري بيان جي كومبري. maintenant il me reste à engager le calcul. Donc C يروح مع C. ها عندنا 8 دلتا كاري هذا نجيبو الفوق وهذا نجيبو الفوق، تولي مساواة، تولي لي اوميغا زيرو كاري في البسطة ناقص اوميغا كاري او كاري زائد 4 دلتا كاري اوميغا كاري جبتو الفوق يساوي 8 دلتا كاري اوميغا كاري. كان ما كاش. واش تلاحظوا؟ شوفوا هذا، شوفوا هذا. دونك موان 4 دلتا كاري اوميغا كاري. كي تجيب هذا من هنا يولي موان 4 وعندك بلوس 8 ما تنساش. دونك يولي لي شحال؟ يولي لي اوميغا 0 كاري و اوميغا كاري او كاري ايتيغال ا كومبيان؟ ايتيغال ا 4 دلتا كاري اوميغا كاري. كاينه ولا ما كانش؟ شبيبة لي جون صافا راكم تبعوا معايا؟ وي مسيو. تري بيان، هاوليك واش لقيت. دركا نزيد نكمل نجي لهنا هاوليك. كاسكو جو في فار با جو في ميتر لا راسين، مي فات اتونسيون ايسي. الوغ جو في ميتر لا راسين جوغي اوميغا زيرو كاري موا اوميغا كاري لا راسين دو تروح تولي لي يساوي واش يساوي؟ دو ديتا اوميغا. بارك الله فيك مادموازيل، تري بيان. جو فو سالي بور فوتر كونسونتراسيون، ميم جون اللي راهي بارتيسيبي سي بيان، حاجة مليحة. جيسبيغ لي زوطخ راهم يتبعوا تاني، جيسبيغ. دونك هذه صبت هذه، ما تنساوش ندير بلوس ولا موان. خاطرش علاش؟
شوفوا مليح شكون هذا الأوميغا اللي راني نحوس عليه. كاين زوج، كاين أوميغا أو أوميغا 2 ياك. أوميغا 2 كبير على أوميغا 0 وأوميغا 1 صغير عليه. دونك سكيفي كون جو في فير لو كان ندير أوميغا 2 هنايا، أوميغا 2 على بالي بلي كبير دونك يجيني سالب الفرق. ولو كان نحط أوميغا 1 علما أن أوميغا، regardez vous avez أوميغا 1 plus petit que أوميغا 0 et nous avons أوميغا 2 supérieur à أوميغا 0. دونك كي ندير الفرق هذا وندير هنا 1 يجيني موجب، ندي الموجب يجيني هكذا أوميغا 0 كاري ناقص أوميغا 1 جماعة راحت لا كونيكسيون واقيلا encore une fois. Je vais reprendre la présentation. C'est pas grave, c'est pas grave. Bien sûr. Je me suis rendu compte que la connexion راحت. Bon, ولي وين حبست؟ ولي كنت لهنا. لهنا ولا لهنا واش الخيره وي با قال maintenant شوفوا مليح نعاود نولي لهنا. عندنا اوميغا 1 صغير على اوميغا 0 واوميغا 2 كبير على اوميغا 0. دونك سا فو دير كوا؟ سا فو دير الفرق هذا كي تكون اوميغا 1 الفرق يكون موجب. دونك نديه موجب بالبلوس. كي يكون الفرق فيه اوميغا 2 اوميغا 0 صغير على اوميغا 2 وبالتالي هذا الفرق يكون سالب وندي ناقص 2 دلتا اوميغا 2 يعني خطره موجب خطره سالب. ديج بي اكسبتي ان ايتيديون انكور فوالا فوالا تري بيان. دونك هنايا فهمتوا هذه سي بون هذه هاد السطر قلت لكم مره يجي موجب مره يجي سالب سي بون. Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, je vais faire le حساب. Donc, هذا oméga 1 carré, je vais le طرف الثاني. Il va le هكذا. Oméga 2 carré, je vais le طرف الثاني. Il va le هكذا. Donc, واش يبقى لي؟ يبقى لي oméga 0 carré. خرجت oméga 1 carré هنا في الطرف الثاني عامل مشترك. شوفوا واش يولي لي؟ يولي لي مضروب في 1. وهنا 2 دلتا يولي مقسوم على اوميغا 1 وهنا اوميغا 2 كاري فوا 1 موا 2 دلتا سور اوميغا 2 تري بيان. maintenant قال جو في كالكولي لا راسين اوميغا 0 مسيو اوميغا 0 نعم سي جون كيسيون سيلو بلي فاسي بوست كيسيون
بروبو مسيو هذيك تاع دلتا سور اوميغا 1 واي كاين باسكو مسيو كاين يديروا هذاك كسي كسي ولا شنو هذاك كاين يسميه كسي وكاين يسميه وي سي تان رابور ان فيت باسكو باش نقول لك منين جات هذه لي نوتاسيون سي دي نوتاسيون تاع ديفيرون ليفر كاين دي ليفر امريكان كاين دي ليفر امريكان كي او ليو ديكريف راك شوف دوك نفهمك كيف تبع مليح راك تشوف هذه ليكسبرسيون ليكسبرسيون هذه تاع لا بويسونس باغ اكزومبل هذه ليكسبرسيون هذه ليكسبرسيون تاع لا بويسونس كاين لي يكتبها لي كونستانت هادوما هما دلتا و اوميغا زيرو كاين لي يكتبها اون فونكسيون دو دوتر كونستانت ولا فاريابل نورماليزي فوالا سي دي فاريابل نورماليزي ولا دي كونستانت نورماليزي عندك يسمي جو بونس دلتا على اوميغا زيرو سي كسي و اوميغا على اوميغا زيرو يسميها ار ويخدم سا سي دي ليفر امريكا با دو سوسي ماتنو نو دون نوتر انسينيومون اون اوتيليز سيت اكريتور بون سي فو فولي كون اوتيليز لي نوتاسيون امريكان سا فا ريان شانجي سور لو بلان فيزيك ولا ما على باليش سا فا ريان شانجي دونك سي جوست دي كونستانت نورماليزي زعما قالو ليو باش تخرج لك هكذا تخرج لك هذه 1 moins r au carré, ben mieux hein, plus au carré plus 4 xi carré r carré quelque chose comme ça, a que faire mieux. Donc ah oui, voilà. Monsieur, c'est le rapport d'amortissement. On a le rapport d'amortissement, mais il n'a pas de dimension. D'accord, il n'a pas de dimension. Il y a deux choses. Voilà. Ou un DR, c'est une pulsation normalisée. Voilà, c'est une pulsation normalisée. Ces différents trucs de yani, forme d'écriture que vous pouvez trouver dans des ouvrages, des livres américains, par exemple. Voilà. Si vous jetez un coup d'œil sur la littérature, un des livres américains qui m'a l'accord Berkeley, voilà, un certain livre qui s'appelle le Berkeley, je ne sais pas si c'est, voilà, l'ouvrage c'est le Berkeley par exemple, ça fait les notations Hadouxi ou R et l'akhiré. Mlah, c'est des livres Hayli, je sais pas, Chabin Hayli, pour ingénieur en plus. Alors là, il y a oméga 0, c'est oméga 1 fois 1, donc la racine, plus 2 fois delta sur oméga 1 puissance 1 demi. Ou là, oméga 0, il y a oméga 2 fois 1 moins 2 delta sur oméga 2 puissance 1 demi. C'est bon, je m'en comme je m'en ai dit comme je m'en ai dit. Oméga 0 plus 2 fois égale à oméga 2 fois 1 moins 2 delta sur oméga 2 puissance 1 demi. C'est bon, Najma? Ça va? Oui, monsieur, c'est clair. Très, très bien. Maintenant, on a le calcul Hadaf TP, même TP ou gain, nous faisons dans le cas des faibles résistances, yani dans le cas des faibles amortissements, pour arriver à une expression. En fait, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, Thani, le phénomène de résonance, par exemple en amplitude, on choisit pour étudier la résonance, on l'étudie dans le cas des faibles amortissements, c'est-à-dire delta petit devant oméga 0. Donc, delta petit devant oméga 1 et delta petit devant oméga 2. Et en Israël, faible amortissement. Faible amortissement. Voilà. D'accord. Donc, ici, voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le terme Hada, il est Israël. Le terme Hada. Il est l'Israël.
يولي صغير بالنسبة لواحد، يولي صغير بالنسبة إلى واحد. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le développement limite de la fonction 1 plus x puissance n qui compte x avec x très petit devant 1. Où est-ce que je me dis ? Qui compte 1 plus x puissance n, x petit devant 1. Où est-ce que je dis le développement limite ? 1 plus nx. Et où est-ce que 1 plus x puissance n ? C'est tout simplement 1 plus nx. Ou là, il y a quel moins, il dit moins. Yak. Donc, on a un choufouch à Andy. Andy oméga 1, phi wahad zaitnin à la delta à la oméga 1, ou snes, elmen en delta, s'rir bzaf, ou d'un oméga 1. Donc, on a un dire, had l'1/2, il y a un battle l'ana. Il y a un 1/2, madron, phi tnin. Vous voyez ce que je fais? C'est bon, les jeunes, vous suivez? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, tu veux lire oméga 0, tout ça, oui. Oméga 1, fi wahed, zaid, nisf ma 2, et ou lire delta la oméga 1. L'itsawina, oméga 1, zaid delta. ياك باسكو توزعوا شوفوا اوميغا 1 في 1 اوميغا 1 اوميغا 1 في دلتا على اوميغا 1 سي دلتا الدوزيام كالكول يمدلي لو دوزيام تاعو يمدلي اوميغا 2 في 1 ناقص دلتا على اوميغا 0 على اوميغا 2 باردون واش تولي لي اوميغا 2 ناقص دلتا وبالتالي نصيب اوميغا 1 من الاولى من الاولى من اوميغا 0 يساوي اوميغا 1 بلس دلتا دونك اوميغا 1 سي اوميغا 0 موان دلتا اي بور لو سكون تيرم لا سكون ايكواسيون جو تروف اوميغا 2 هي اوميغا 0 بلس دلتا هام ليك لي بولساسيون دو كوبور maintenant لا بوند باسونت ياك ما عرفتش كونيكسيون جماعه لا بوند باسونت Alhamdulillah, la bande passante, où est-ce qu'il y a ? Il y a delta omega. Il y a, parce que maintenant, je vais vous dire, il y a un peu de temps. La bande passante, il y a cette mantéka. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a delta omega. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de delta omega, delta F. Il y a la fréquence. Il y a un peu دلتا اوميغا هي محصوره بين اوميغا 2 واوميغا 1 اي سي اوميغا 2 موا اوميغا 1 دونك لا ديفيرونس كي دون لا بوند باسونس اي كيس كون تروف اون تروف كي ديرو اوميغا 2 ناقص اوميغا 1 شحال تصيبو شوفوا مليح تصيبو شحال تصيبو جماعه هذه ناقص هذه 2 دلتا انا لحقنا الفامو ريزولتا اللي ديروه في تي بي 2 دلتا دركا عندنا مسيو وي جونتون اون كيستيون نعم مسيو كاين اللي كتب في الشات باللي لا ديرنيير بارتي ما فهمهاش وين راه ما شفتوش سامحنا سيفو بلي مسيو ما فهمتش لا ديرنيير بارتي سي كوا لا ديرنيير بارتي منين تبدا ا كان نيفو ici مسيو قال لك نتاع دلتا اوميغا Delta oméga. Ah, ok. La bande passante, c'est cette partie-là. Maintenant. Mais oméga 1 à l'oméga 2. Qui fait que je t'ai fait ce Il y a qui m'a dit, Hanik. Hi, oméga 2. How 0. How oméga 1. Maintenant, là, il y a oméga 2. Maintenant, là, il y a oméga 1. Hadi, je t'ai tout ça. Comme moi, je La bande passante. Ou c'est ma. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, là, on a oméga 1. Maintenant, là, c'est oméga 2. C'est l'échelle des oméga. Alors, les jeunes, qu'est-ce que ça compte? Qu'est-ce que ça donne? Si c'est oméga 2, moins oméga 1. C'est ça. Donc, la bande passante, delta oméga, il y a oméga 2 moins oméga 1. Très bien. Maintenant, si je fais la différence, il y a oméga 2, il y a oméga 1.
ديروا هذه ناقص هذه واش يولي؟ اوميغا 0 طرح مع اوميغا 0 دلتا ناقص ناقص دلتا تسمى تولي دلتا زائد دلتا 2 دلتا سي بون جماعه سي بون ليكيب صافا مفهوم الحمد لله الحمد لله مناد مناد احمد داكور تري بيان سي بون هنايا جو كونتينيو دونك هادي سي سكون ابل لا بون باسونت ماتنو كاين حاجه الاخرى سكون ابل لو فاكتور دو كاليتي عامل الجوده ولا معامل الجوده نرمزو له كي اللي هو تو سامبلومون لا بولساسيون de résonance divisée par deux fois par la bande passante, yani par delta oméga. L'IA oméga 0 divisé par 2 delta. Le facteur de qualité Hava m'a une douche unité, mais il exprime la qualité d'un filtre. C'est-à-dire, regardez, en fait, c'est simple. Hein? C'est simple. Tu fous mleh. La qualité de le filtre est mleh ou qu'tèche. Tu fous le rapport. Tu fous le rapport. Oméga 0. Delta oméga. Oui, alors, quel oméga 0. Alors, surtout, yani, on regarde le delta oméga. Chalu ça, oui. Le delta oméga. Oméga 2 moins oméga 1. Oui, mais chal qu'aïna, haouli, haou qu'dèm. Le delta. De delta, ça. Que représente le delta, هذاك واش يمثل في السيستم فيزيكمون يعني فيزيائيا واش يمثل الدلتا هذا فاكتور دامورتيسمون سي لو فاكتور دامورتيسمون واي سا فو دير كوا سي كوا لي فاكتور دامورتيسمون كويفيسيون دامورتيسمون واش يمثل لا ريزيستانس في السيركوي الكتريك لا مورتيسمون في الميك لي فروتمون قوى الاحتكاك اكزاكتومون قوى الاحتكاك عندك ثاني تيك نقولوا ثاني لا بيرت دينيرجي لينيرجي ديسيبي تو سكي اي بيرت دينيرجي سي لو ريزيستانس ولا لا مورتيسور دونك في ان سيستيم اللي يكون فيه لي فروتمون مهمين كبار زعما دلتا هذا مهم فيه لي بيرت دينيرجي بزاف Le facteur de qualité est cool faible. C'est normal. Vous voyez à peu près. Yani, le joudat al filtre avec, il a fait bzaf les pertes d'énergie hein, à cause de résistance. Ou là, en mécanique, à cause des coefficients de frottement, des frottements dans le système mécanique. Eh bien, le facteur de qualité est cool mauvais. La qualité d'un système, je crois que tu ne mets pas le système. Ou le système fait bzaf les frottements. Donc, il ressort la qualité de papa. انت مديتها له باش يتحرك باش تستعملها في حاجه ولا مورتيسور ثم كاش كي في اي با يفا ابسوربي لينيرجي يفا لا ديسيبي دونك فينالمون السيستم تاعك هذا عيان انت خدمته باش يدير لك الحركه اي تو ولا باش تستعملو مي كوم يا بوكو دو فروتمون اي با لي فروتمون فون بوزيي السيستم فوالا اي دونك سي فون بوزيي لينيرجي هذيك يفون لا ديسيبي Donc, le système tanné coûte de mauvaise qualité. Alors, bien sûr, si on trace la courbe, le cours de la vidéo YouTube, la playlist physique 3, 1 degré forcé, c'est beau, 1 degré de liberté, le diapo bleu, donc les diapos bleus, donc, la puissance fournie pour plusieurs amortissements. Regardez qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est simple. La largeur, l'arbre, ou Athnin Delta. D'accord? Athnin Delta. Quand vous avez dit qu'il y a Delta, eh bien, l'arbre est ou l'amplitude de l'amplitude à la résonance. C'est-à-dire, par exemple, la Delta Hada. Eh bien, lequel l'amortissement est faible, il dit Hada. Il dit fin plus fin,
essayer de faire quelque chose de correct. Voilà. قلب البلو نسميوه دلتا 1. بالنوار نسميوه دلتا 2. Quelle est la différence بين دلتا 1 بين la courbe تاع دلتا 1 ou la courbe تاع دلتا 2؟ Déjà il y a la largeur. La largeur à mi-hauteur, c'est-à-dire qui تقسموا على 2 le max على 2 هاي la largeur هنا. Ou qui تحكموا le max تقسموا على 2 هاي la largeur. واش نقدروا نقولوا زعما وشنو الفرق بين الدلتا تاع الاول والدلتا تاع الدوزيام شكون اللي كبير دلتا 1 ولا دلتا 2 دلتا 1 واو وزافي لو دلتا 1 كيكون كبير على يعني لامورتيسمون كيكون كبير السينيال دوفيان ابلاتي يعني الماكس ديالو يهبط وزيد العرض تاعو يقصر ويعرض فوالا اون غرو يقصر ويعرض شغل هاوليك العرض تاعو والعرض تاعو يمثل فقدان الطاقه وعباكم كاس كي سباس المعامل للجوده يولي موفي سيتادير هنا بار اكزومبل كيكون سينيال رقيق هكذا رقيق وهنايا رقيق مي لومبليتود تاعو كبيره لينيرجي كاع راهي كونسونطري هنا لينيرجي تاع السينيال راهي هنا كونسونطري ولكن كي يكون عريض هكذا لينيرجي تاع السينيال شوفوا راهي كونسونطري La concentration de l'énergie ma hich mliha شغل هنا موزعه شويه اكثر شغل كي يكون عريض هكذا السينيال قال عريض قال هاوليك الانرجي تاعو تكون كونسونطري هنا في المنطقه هذه كامل وكي يكون السينيال جاي هكذا رقيق ف اي با الانرجي توت الانرجي كومبريمي دون اون زون بيتيت زون دونك La qualité هنايا تكون supérieure. Par contre, la qualité هنايا تاع signal, amplitude صغيرة, l'énergie موزعة. C'est-à-dire, au lieu باش تكون عندك concentration في منطقة صغيرة, مساحة صغيرة, عندك une concentration في مساحة كبيرة. Donc, كمية الطاقة par unité de surface تولي faible, ce qui fait la qualité تنقص. Voyez à peu près, la qualité تاع signal هذاك. على بها نهضروا على لو فاكتور دو كاليتي فوالا هذه هي جو بونس كو نو افون في لو نيسيسير اي واش لازم في 1 دوغري دو ليبرتي فورسي فوالا جيسبر كو استفدتوا وش نقول لكم لا بروشين فوا اون فا فير بلوس ديكزيرسيس ديز اكزيرسيس Et on va faire des exercices sur le 1 degré de liberté forcée. Enfin, une petite révision. Et puis, voilà, on va faire finir le 2 degré de liberté. C'est bon, les jeunes? Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît, l'enregistrement à l'heure. PDF. L'enregistrement à le PDF, oui. D'accord, très bien. Naam, Ken, c'est une question. Naam, c'est quoi? Moi, monsieur. اه كاين تي وكاين ان جون اون فاني هادي واش من سيونس سيونس لا سيونس 8 1 دوغري فورسي فوالا هادي سيف جو في لونجستري فوالا جغلت لونجستريمون دوك نحطوهم بعدا ان شاء الله في لاشين يوتيوب Voilà.